بالنسبة للقذافي ما أقول أنه ولي شرعي، يعني أنا أعتبر أن القذافي ليس بولي شرعي لأمرين. الأمر الأول أنه مغتصب للولاية بثورته على الملك السنوسي. الأمر الثاني أنه من المفسدين في الأرض، هو ينكر سنة النبي إطلاقا، يقول لا حاجة لما يسمى بالسنة. قال هذا الكلام أمامنا أنا وما أظن سبقا أشرت إلى شيء من ذلك عام 99 و300 ألف في بني غازي. قال لا، القرآن فيه كفاية، ومع ذلك تدخل في القرآن، يقول لا تقول قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. لا، هذا النبي قيل له قل، أما حين نقول يا أيها الكافرون، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. هو نفى هذه الحروف اللي قيل عنها، لكن شاهد عندي عدد في الحرم من الليبيين أنه يقول ذلك علانية. ثم أيضا نشر عنه أنه صلى مرة بالعصر، صلى أما الناس وصلى بهم جهرا في صلاة العصر، وقال إني أردت تعلم الدين. فرجل كهذا ينكر السنة النبوية التي جاء بها الرسول، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا بهذا القول أيضا ينكر القرآن. لكنه غاشم. ثم كلماته في الإذاعة تدل على يعني أنه لا يصح أن يقول هذا عاقل. مع ذلك الله المستعان، نسأل الله أن يعاجلهم بالفرج، وأن يجعل من يقوم بعده مزيحا جميع المظالم التي قام بها. قال لنا علانية الخبيث، يقول نحن قلنا المال البيت لساكنه، تؤجر بيتك على أحد، يقول لا البيت لساكنه ليس لك. يقول أجر شركة لا أجر، وناس يعملون في مثل حق الإنسان أو في عمارة يشتركون في أو في فندق، يقول لا شركة لا أجر. وهذه صرح بها أمامنا. يتصل بها الأيام هذه قبل الثورة، ثورتهم وناس قالوا إن الحكومة قسمت بيوتا للناس وعطتها للآخرين، ومات أبونا والبيت بأيدينا نحن الورثة، ما حكم هذا البيت؟ قلت تعرفون مالكه الذي سلبته الدولة؟ قالوا نعرفه. قلت لا تبرأ ذماتكم إلا أن تعيدوا أنتم وأمثالكم البيوت إلى أهلها، والله المستعان.